أوكي أوكي. طب كم مرة حبيت؟ أنا كم مرة حبيت؟ بس من مرة. مرة. مرة؟ إيش ها غالي. مو تعرفي؟ مين هي؟ حب واحدة ويعني مشان أهله تركها لأنه لازم يشتغل ويتعب لأهله. حتى لا لا جد. والله جد القصة بدوي مش مثل. هي كانت معي من الصف الثاني. كان بحبها بس كانت قدام خياري. التاسع. خليني أنا أحكي بس لو سمحت. لو سمحت يعني وإذا أنا غلطت أنت صحيح. أوكي. سو هو كان بيحب هالبنت كثير وهي يعني منيحة وبتحبه وبتعالى وناس وكل شيء وآدمية. بس بعدين الله حطه بخيارين، يا أما يروح لتركيا ويشتغل ويبعت أهل فلوس يهتم فيهم ويكون مسؤول، أو يختار إنه يتجوز ويقعد بس إنه مثلا بيكون أناني بيختار حياته الشخصية وما بيساعد أهله. فهو اختار إنه يسافر على تركيا ويتعذب وهيك، وبعدين سبحان الله رب العالمين وفقه ويعني هلا هو بتعرف يعني. هي تجوزت الله يسلمها. بس عادي الله يعوضها. ما بعرف الله راح يعوضك صدقني. ما حدا بيعرف الموضوع. خليه والله عادي. اتس قصه. اي شغله جديده بتعرفوها عندي يا جماعه بشكل عام. يلا جاوبي.